لم يكن يتوقع أنه قد درس الكيمياء في مرحلته الجامعية ليعرف الناس يوماً بتركيبة صبغ المنازل، قاضياً جل وقته في هذا العمل الشاق بينما شهادته معلقة على حائط النسيان في بلد بطالة الخريجين. حسنين أحمد خريج علوم كيمياء من مدينة النجف، أجبرته الظروف على هذا العمل، لكن صدمة الخبر ليست هذه، وإنما حينما يعرف المشاهد والسامع أن هذا الشاب النجفي هو كاتب روائي يؤلف أنمي على النمط الياباني. طبعا تكونت عندي أفكار الأنمي من نجحت من استانس علمي كلية. بالبداية كانت مجرد خواطر، فيوم بعد يوم يعني من أي شيء أو أي شيء يصير قدامي أي حدث أقدر أستلهم من عنده وأسوي فكرة وأبني أساس على هاي الفكرة. فيوم بعد يوم قامت تكثر هذه الأفكار بمخي، فقررت أنه أدونها. فشفت أنه هاي الأفكار تشبه الأفكار اليابانية، الأنمي الياباني تماماً. إبداعه الروائي في الأنمي تجاوز العراق إلى بلدان عربية أخرى لينال إعجاب مئات المتابعين المشغوفين بكتابته. أسلوبه يعتمد على الترتيب التصاعدي، فرادوا تكملة الرواية من كل الدول، هي مصر، فلسطين، عمان، البحرين، السعودية. زين، فالدول العربية يعني أنا ما أعرفهم، يعني المحبين للأنمي من كافة الدول العربية أنا ما أعرفهم يعني هاي، فقالوا أريد التكملة. فأنا كان النشر بالبداية أنه يعني بس أختبر قدراتي أنه يعني أعرضها على غير يعني أشخاص من غير دول، مو بس يعني على أصدقائي. الجهة الوحيدة التي لا يهمها أمره ولم تسمع بإبداعه هي المؤسسات الحكومية كوزارة الثقافة وغيرها. طبعاً أنا مع الأسف هواي ناشدت أنه بس يساعدوني بمسألة الترجمة لأنها مكلفة، بس الحمد لله أنه اعتمدت على نفسي أنه شوية شوية أترجم وسيا يعني قيد الترجمة. وحيث لا يأس مع الإصرار، يؤمن حسنين أحمد أن اليوم الذي ستصل كتاباته للعالمية سيأتي عاجلاً أم آجلاً. يعني ما حد معترف بي، بس بعد كم يوم من إذا إن شاء الله بحي الله من أوصل يعني الهدف وأوصل العالمية، بذاك الوقت راح يقولون والله هذا عراقي اتخذ من الأول. ليش يعني الشاب العراقي أو أي شخص عنده قدرة بالنسبة للعراقيين فهو بدر ينغرس بالدول الخارجية. هذا ما يؤلم كل شاب عراقي طموح، أنه يترك دون مساعدة في الظروف الحالكة، وحينما يصل إلى هدفه وتضيئه شهرته يقول عنه من نسوه إنه ابن العراق المبدع.